اهلا وسهلا المتابعين ومشاهدي جريده تعبير مباشره من الدار البيضاء مع النجوم والفنانين ديالنا السي عبد العالي فاشيح والسي الزبير الفنانين اللي غنيين على التعريف. السي فاشيح شنو هو الرد ديالكم على هذاك الهراجي ولا الزراجي اللي عاير المغربيات؟ هذاك الهدراجي هذاك الهدراجي وهذاك الله يحفظه الله يحفظه من 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 النكسات اللي كيدير كل نهار. صراحه داك بيني وبينك كان دراجي عنده واحد المكانه مع المغاربه، ولكن هاد الاعوام الاخيره ملي لبس كسوه ديال العسكر ما جاتش معاه ولا مسكين عا كيخربق ولا بحال شي واحد كيعطينو كيضرب بالقرطاس ما عارفش فين كيضرب. مشى على الميدان الرياضي ديالو، مشى على التعليق الرياضي ودخل في خصام مع شعب. اول مره كنشوف معلق مضارب مع شعب، حشومه عيب حشومه. انت معلق بقى في المنتخب ديالك، بقى في حريرتك. انت معلق بقى علق في جيتك، ما تعلقش جيتنا. حنا بزاف عليك، حنا عندنا صحفيين في بين سبور وما عمرهم داروا ديك الاخطاء، ما عمرهم نحازوا للمغرب ولا عمرهم عيروا الجزائر ولا عيروا اي دوله. صحفيين متمرسين. شوف الدراري زوينين قارين مدكيين مربين. شنو نقول لك، هو مسكين غرو شويه الفلوس ديال الكابرانات ديال العسكر. وكنقول لي ماد رجع 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 رشدك رجع لعقلك، الفلوس راه كتقاضى. هذوك تهرب وتجي للمغرب، دابا تجي عندنا المغرب تبغي اللجوء السياسي او من 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 راه ما نخدلوكش. فهمتي علاش؟ لانه باش انت مقابل ديال كره القدم وتجبد فيها عيالات ديال نساء المغرب بزاف عليك بزاف عليك. راه المراه المغربيه راه مراه وقاده، ولا كنتي كتعير العيره تا كتعير عمك واختك ومرتك وبزاف تحويج. الشعب الجزائري حنا نحترمه ونحبه، كيشجع فرقته وحنا كنشجعوا فرقتنا، وهذه كرة القدم نقدروا نتخالفوا في التيران، ولكن راه مورا 90 دقيقة راه حنا خاوة. ما كاينش مشكل، ولكن هو زاد فيه بزاف. الإنسان اللي كيمشي وكيعير وكيسب، واش أنت صاحبي في التعليق على المقابلة وملايين الناس كتفرج فيك وأنت داير الحلقة؟ هذا سحور، هذا كذا، على الشيطان. كان سحور كرة الشوافات ديال جامع الفنا راه داخلين البطولة. الراي ديالك في الراقي اللي مشى دار الراقي ديالهم الراقي الجزائري اللي بغى يرقي الفريق ساعه قال لك مشى بلاونا. لا اصلا هذاك ماشي راقي، هذاك ماشي راقي بضرب بالو، هذاك راه قاقي اكي قاقي مسكين. لا هذاك ماشي راقي، هذاك لان الراقي يخاف الله، وهذاك الشيء اللي كيديروا فيه هما ما كيخافوش فيه الله. راه الشعواده صاحبي هذيك اللي عنده في رجلو راه عنده. بغيت نعرف مال ميسي رونالدو ما تشد فيهم السحر، مال دوك اللعابه الوالي ما كيشد فيهم السحر، واش هاد الفراعي ما عندهم كيعرفوش يسحروا؟ حتى اللعابه الكبار ديال افريقيا كيبقاو يماركيو من ايتها ناحيه ما كيشد فيهم السحور. دراري فرقه كان عندكم كتدخلوا مغرورين باش نكونوا واضحين، وقالوا هاللعابه ديالهم المنتخب الجزائري كان منتخب زوين وكي تدخل مغرور، دخلتي مغرور راه كالوك. كره افريقيه ما بقاش فيها فريق ضعيف فريق قوي، ولا كل شيء كيلعب الكره. هادشي راه دابا 10 سنين الكره الافريقيه ما بقاش فيها المنطق ديال الخطه، ولا كاين اللي عنده السوفل وعنده تركيز كيدير شي حاجه. السلام عليكم. والدليل هو هادشي اللي وقع، انا كوت ديفوار دخلوا سبوع، اخرين بغا يدخلوا هما ملوك الغابه، ولكن طاحوا مع السبوع سوا والي ما نكون واضح. سبوع سمكين، طاحوا مع سبوع سمكين ما رحمهمش. ماشي على الراي ديالك في القرعه اليوم؟ قرعه زوينه، قرعه زوينه. ما شوف احنا ملي دخلنا للقرعه كان احتمال لاي فرقه، ولكن الحمد لله ملي جاتنا القرعه بحال هكا مع الكونغو مزيانه على اللعابه. غير خاص المنتخب الوطني يصفف يقاد الصفوف ديالو، لان هاد خصنا عوده زياش رغم ما له من عيوب، وداك خصو يرجع ولدنا، هذاك خصو يرجع. لا هو لا 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 اللاعب الاخر اللي كيلعب حتى هو في الانجليز، كاع اللعابه خصهم يرجعوا بغض النظر على انهم عندهم سلوكات مزيانه مع المنتخب ولا ما مزياناش. ريحوا معاهم هذوك وليداتنا، راه كلشي كيغلط، عطاهم فرصه. لان زياش انا شفتو مؤخرا في الماتشات ديالو مغيب، ما كاينش في هذا العالم، لاعب مع الانجليز ماركابيت وما فرحش، لان خصك تعرف انه منتخب راه شي حاجه بحال كتقول العائله، بحال درتي عرس وما عرفتيش على خوك، واخا خوك هو اللي كيحييه في العرس، ولكن ضروري خصو يحضر، واخا ربطوه كاع ما عندناش مشكل، ولكن يحضر العرس. انا زياش يجي للمنتخب الوطني وان شاء الله يكون بخير.
شكرا سي عبد الله يحفظك سي الزبير. هذاك وراه هذاك الشيء اللي قال اقول داك الشيء. شوف ترى هذاك عاودك عاود قول هذا الشيء. مبروك معايا واش هذا مبروك معايا واش هذا هو التصريح هذا ولقم ليا لقم ليا لقم لك واش انا غادي هو سناوه حنا برك انا نهدرز وانت طاهر جمالك فين كاين المشكل شنو اخويا السؤال؟ انا ما تديوش عليا راني اخويا عبد الرجينا انا كتبارك مع فتيح يعني داك الكلام اللي قال فتيح ما غاديش نزيد عليه شي حاجه السيد شوف قال لك اذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجاره. هذاك ما عندوش شبراكه. وما كاين ما عنده حتى كاس ديال البلاستيك هذاك. بزاف عليه الزجاج. الجزائر الجزائر كلها كلها ثغرات كلها مشاكل كلها خروقات كل هذا وانت كتجبدنا حنا ما لقيتيش باش تجبد ما لقيتيش باش تشد فينا حنا جبتي لنا المغربيات الحشومه راه كما قال عبد العالي المغربيات راه جبتي امك جبتي اختك والمراه المغربيه راه شريفه راه عفيفه راه كنت شوف المراه المغربيه شنو كدير في دارها وشنو كدير على وليداتها وتشوف راه الام راه الام هذيك ولو انها ما تكونش مغربيه ما تسبش المراه بس انا في نظري انا ما نسبش المراه بصفه عامه لان العيالات كلهم امهات بالنسبه لي انا كلهم امهات كانت صغيره راه غتولي ام دونك راه هي مقدسه اعطيها اتساع ودخل معنا دوي معنا في التيران دوي معنا في كره القدم دوي معنا في السياسه دابا انت شوف نقول لك واحد القضيه دابا الدراجي يتم تسخيره من طرف الكابرانات والجنرالات يتم تسخيره من طرف الجنرالات والكابرانات وهذاك القذف وهذاك السب انا في نظري انا كما تيقولوا المغاربه قرطاس خاوي راه كتضيع في الحجره لان شوف حنا المغرب شئتم ام ابيتم انتصرنا عليكم سياسيا راه انتصار سياسي اللي انتصرنا عليكم راه انتصار كبير رايك في ان انا اغلبيه ديال الدول ديال القاره الامريكيه دول جارو الصحراء تيقولوا المغرب الصحراء مغربيه الصحراء وفي مغربها والمغرب في صحراء وهذا الشيء هو اللي كيضركم حنا ما عندنا لا بترول ما عندنا لا غاز ما عندنا لا غاز في المصاره ما عندنا حتى حاجه والحياه تستمر وشبعانين والحياه غاده والزيت موجود والبنان عا كيزلقوا به عباد الله بالزنقه الزيت والله العظيم الزيت واحد الخطره كنكون طيب انا اومليت كيشيط لي الزيت هكا نلوحو حيت موجود واش نتوما الزيت عباد الله كتمشي تاخذ عليه كتاخذ بالكونترا كتمشي تسيني ورقه في مقاطعه باش تاخذ رابعه ديال الزيت بطاطا حنا راه ما كنشمتوش فيكم ولكن راه بسبب هذا الحيوان ديال الدراجي لانه ردود الافعال ديالو ردود حيوانيه بحال شي حشاك شي سبع قصتيه مشى عضك جاوبني سياسيا جاوبني كرويا جاوبني منطقيا جاوبني شي جواب اللي عنده علاقه ما تجاوبنيش حق العيالات حق ددت له هذيك الهضره هذيك حشيه الهضره ديال حتى اخبارك واحد القضيه كان بكري العيالات هما اللي تيلوحوا الهضره بعدياته ولا دابا عاد الدراجي بوحده ما فهمتش مراكش والتراب البصيله شتي ديك البصيله وباقي الان تيحلل فيها داخ حطوا لي بصيله الحلوه مع الدجاج مع اللوز ما فهمش حطوا لي ديال الكروفيت داخ واش حنايا نكرموك وانت تمشي تعايرنا اعظم الجزاء الاحسان الى الاحسان مع العلم اننا عندنا اطارات كبار في بيس مي بيان سير ما عمرهمش بدو الجزائر ولا عيروك وعندنا احمد عمور عندنا السبتي عندنا جواد باده عندنا معلقين كتوفر فيهم الشروط ديال المهنيه وديال الاحترافيه وناس حياديين انا كنتفرج المعلقين ديالنا ملي تيكونوا خدامين تيعلقوا على شي ماتش ما كيجبدوا لا هذا لا ذاك تيهضروا في كره القدم تيهضروا في ذاك الماتش اخويا الله يرحم عصام الشوالي ورؤوف خلوف رؤوف خليف صحفيين يعني كتسم وحناكين ماشي بالحناك وحناكين بالتجربه يعني كتوفر فيهم ديك المهنيه وكتفرج في ماتش فانك كتفرج في سبيكتاكل في شي مسرحيه. الزبير الراي ديالك في الراقي اللي قال لك غادي يرقي واش عصام الراقي ولا؟ لا الراقي ديالك لا ما جاش ما مضيش هذاك واقيلا ما حافظش بعدا في راسك واحد القضيه الا بغيتي دير الرقيه وزقلتيها ايه كيشيروك جنون دابا راه خوالي هذاك الراقي جات في الجزائر كلهم تشيروا
الدراجي قال لي واش هاد الكره ضربت في البار شفت البار الزعزعج وليت عند الكره هذيك الساعه باقي ما دارش الكاله فهمتي حيت فهمتي هو داير بحال رموك لما دارش الكاله كيرجع باللور ملي دار الكاله عاد تقاد عاد لا سيد واش واحد كيدير الكاله وكيعلق على ماتش الزبير الراي ديالك في المنتخب الوطني ديالنا وفي القرعه ديال اليوم انا رايي راني قلت لواحد عده منابر اعلاميه الراي ديالي ان كره القدم في افريقيا تطورت بواحد الشكل كبير وما بقاش منتخبات ضعيفه كانوا في واحد واحد الوقيته كنسمعوا يعني منتخبات انونيم ما معروفينش الراس الاخضر فيك كنتي كتعرف الراس الاخضر فيك كنتي كتعرف ناميبيا جزر القمر وتفرج لك المار جزر القمر مع المغرب وعقول واحد حاما 11 لعاب ديالنا حنايا يعني كره القدم تطورات وانا ما عنديش ديك الفكره ديال ان القرعه كانت رحيمه بالمنتخب ولا كره القدم لا تخضع الى المنطق دخل وحظي معاهم وما تستصغرهمش واعطيهم القيمه ديالهم في التيران ولعب بحذر وما غيكون غير خير ان شاء الله اما لا بغاو يمشيو بعيد يلعبوني انا ولكن عندي توعك في 6 شهور ما غنلعبش ديزولي يعيط على زياج بلاصتي ما كاينش مشكل يا كانيا شوف زياش نقاش في كره القدم ما فنان انا شخصيا من اللاعبين اللي كيطربني زياش في الملعب عنده واحد البروده ديال الاعصاب واحد البروده ديال الاعصاب ما عنده حتى شي لعاب في العالم وكيفاش كيعطيك الباس وكيفاش كيدريبلي وكيفاش كيماركي وذاك النهار الا لاحظتوا راه كيلعب في البطوله الانجليزيه ودماغه ما كاينش تما ماركا بيش وما احتفلش وجاو عنده اللعابه بحال كيازرو لانه دماغه وقلبه راه مع المنتخب سلوكياته او اخلاقه ولا هاد الحويجات هما نحاولوا نغضوا النظر عليهم ونريحوا مع اطابل شو السيد ماله ممكن يكون شي مشكل نفسي ممكن اذا كان عنده شي مشكل شخصي مع شي واحد يتصلح لان مصلحه ديال المنتخب فوق الجميع الزبير الجديد خويا الجديد ديالي الجديد ديالي غادي يكون ان شاء الله غادي نلتجا للويب غنلتجا للانترنت عندي شي خدمات في الانترنت ولكن غنعاود عندي واحد المشروع ان شاء الله غنشتغل عليه يلا مؤخرا صورت واحد العمل سينمائي سميتو الاخوان غادي يكون عمل متميز غادي يكون العرض ديالو ان شاء الله في شهر مارس راكم معروضين غادي يكون جميع الاخوان غادي يكون العرض ديالو عندي واحد الدوير شويه متميز هذا وكاين واحد المسلسل راه ان شاء الله غادي نبداو التصوير ديالو قريبا بالموازات كاين واحد جوج اعمال مسرحيه ان شاء الله لان المسرح توحشتو حتى هو راه غادي نشتغل عليهم ان شاء الله كاين اللي باخر الجمهور ديال الجمهور اللي تيعرفني على القله ديالو كنقول لهم انا راه كنحترمكم وإلا كان شي إلا كان شي غياب على التلفازه راه ماشي غياب راه هو تغييب راه يتم تغييبنا حنا واحد المجموعه ديال الجيل الثالث والثاني ما بقاوش بغاونا ولاو بغا لي زانفلونسور ديال الانستغرام ولي زانفلونسيز ديال الانستغرام هذوك هما اللي ولاو باغيينهم دابا وحنا ما بقاوش باغيين نظرا لان وقيلا حنايا تجاوزنا الدهر ماشي الظهر الدهر بالدال اش بغيت يوجه اش بغيت يوجه المخرجين ديال دابا اللي باغيين المخرجين تنقول لهم واحد القضيه الاغلبيه ديال المخرجين صحابي وهذا الله يرضي عليكم وسعوا 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 القاعده وسعوا القاعده ديال الممثلين ولا كان كيعجبكم العمل ديالكم وكتحترموه جيبوا لي فنانه وممثلين حقيقيين باش يعطيكم عمل في المستوى راه كيقول لك كيقول لك واحد المثل كيقول لك واحد المثال عند رخصو كتخلي للسوق اللي كيحترم راسو خاصو يقدموا لينا الجوده واخا ماشي تندوي على راسي ان نكون انا اللي نمثل جيبوا لنا ممثلين يمثلوا ويعطيونا عمل زوين مرحبا غنصفقوا لكم مثل الدراجي جيبوا لنا الدراجي مثلا جيبوا ولكن تجيبوه حتى يدير الكاله حيت لما دارش الكاله كيدوخ كيجي مدردب بحال انا الدردب دابا مرحبا خويا